من بداية إن حابين نتكلم ما شاء الله على الأنواع اللي موجودة عندنا وشايفين أنواع كثيرة في الموجودة معانا لليوم. إيش أبرز الأنواع وإيش هي الأنواع اللي معانا؟ طيب نحن نتكلم أول شيء على ملك البحر اللي هو سمك الطرباني. جميل. أول نابليون. وعندنا طبعا هنا الناجل الحر، في الناجل الطرادي. جميل. في عندنا هنا الهامور، في عندنا هنا الشعور، وفي هنا الشريفي. طبعا باقي الأشياء اللي معروفة، الاستاكوزا، الجمبري، الحبار، المحار، الصدف، الكبرية. جميل جدا.